انتخب صباح اليوم بمقر ولاية جهة الدار البيضاء استاد عبد اللطيف معزوز عن حزب الاستقلال رئيسا لمجلس جهة الدار البيضاء استاد خلفا لمصطفى الباكوري عن حزب الأصالة والمحاصرة. ويذكر أن 5 أحزاب تصدرت نتائج انتخابات أعضاء مجلس جهة الدار البيضاء استاد التي جرت يوم 8 من شهر شتنبر الجاري، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر النتائج بحصده ل 26 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس الجهة البالغ عددها 75 مقعدا، تلاه حزب الأصالة والمعاصرة ب 20 مقعدا، ثم حزب الاستقلال ثالثا ب 19 مقعدا، وحصل على المرتبة الرابعة حزب الاتحاد الدستوري بأربعة مقاعد، بينما اقتسم المرتبة الخامسة كل من أحزابي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية بمقعدين لكل حزب.